استلفت مبلغ من أحد الأخوة وقبل السداد توفي إلى رحمة الله، فأرجو توضيح كيفية إعطاء هذا المبلغ إلى مستحقيه ونصيب كل منهم، حيث له زوجة واحدة على ذمته قبل وفاته وله منها ثلاثة أولاد قصر، هم ولدان وبنت، جزاكم الله خيرا. نعم، يجب عليك تسديد هذا المبلغ، وقد صار هذا المبلغ لورثة الميت لأنه أصبح من جملة تركته، فالواجب عليك أداؤه لوكيله، كان له وكيل شرعي فإنك تؤديه إليه، وإذا لم يكن له وكيل شرعي فإنك تراجع المحكمة، تراجع المحكمة القريبة منك وتخبرها بالواقع، ثم هي تقوم بإيصال هذا الحق إلى أهله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.